لنرى اللي في المقدمة. أرى الآن بن ظبيان على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن علي بنواس الاجتبي المركز الثاني. السيلية في المركز الثاني لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث مياسة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع وجنة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس ريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري، وفي المركز السادس السيلية لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وفي المركز نشوف المركز السابع أيضا السيلية لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثامن الظبي لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شيلان المري، وفي المركز العاشر سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى بن ظبيان سلطان بن محمد الوهيبي، وفي المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هي وجنة، وجنة في المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي مسيطرة سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط، ومنفردة انفراد كامل انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام يا وجنة على هذا الأداء، الأداء المتميز والعرض المتميز في يوم التميز، ركض الغاي وعرض الغاي، وصلنا إلى لوحة الإعلان 1200 عن خط النهاية وعن وجنة وبقية المراكز. وجنة منفردة انفراد كامل انفراد كليا، ما حد يباريها إلا الكاميرا، الكاميرا وسيارة الكاميرا ومركبيها. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت تتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي وجنة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. على فكرة بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية العناية التامة لدى وجنة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز للغاية. ها هي وجنة وبانت المنصة وبان خط النهاية في عيون وجنة وهي تغترب تغترب من المنصة الرئيسية. يا سلام يا سلام يا سلام، أداء متميز أداء متميز للغاية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا وجنة 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 في المقدمة، ها هي وجنة على مقدمة هذا الشوط منفرد انفراد كامل انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، تغترب من المنصة الرئيسية، تغترب من خط النهاية، والمايدية قادمة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم، لكن وجنة خلاص بدأت تقفل على هذا الشوط. سلام سلام عليك يا هجن العالم، تهانينا لمالك هجن العاصمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز وجنة بالمركز الأول. المركز الثاني المايدية لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم، المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع الظبي لهجن العاصمة، وفي المركز الخامس السيلية لهجن الشيحانية. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول وجنة إلى خط النهاية 12 دقيقة 42 ثانية جزء واحد من الثانية،
تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصلت في المركز الثاني المايدية 12 دقيقة 44 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، تهانينا للمضمر حمد بن علي العويسي والذي وصلت المركز الثالث الشاهينية 12 دقيقة 48 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر محمد بن سعيد بمروشة، تهانينا للجميع والناموس.